هذا يجي لهون عند الخزنه وانا بضربك. انت هلا انت تروح تاخذها وانا بضربك بال. طيب انا رايح. صارت هيجني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم اصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده عن فورتنايت. بهذا الفيديو مثل ما شفتوا في تحديث نزل امبارح على 12/20 كان فيه كثير شغلات خرافيه، فطور الجاسوسات، فطور الهليكوبترات الموجوده بالماب، عملنا كثير شغلات خرافيه فيها مع اول تجربه انتهت بشكل رهيب. المهم هذا الحكي راح اترككم القناه بنهايه الفيديو، راح تشوفوا عنده لقطات مشاهده جدا جميله وتستمتعوا في المشاهده. طبعا فيديو اليوم فيديو مقسوم على قسمين، الفيديو اليوم وفي فيديو بكره راح ينزل، لان عملنا كثير شغلات بالستريم امبارح. وعلى سيره الستريم، كنت امبارح بعمل ستريم طارق محمد، شكرا لك من كل قلبي على هذا الهوست اللي عملت لي على الفيسبوك. الحمد لله بالهوست اللي امبارح صار وصلنا تقريبا ل 550 متابع على الفيسبوك، شكرا لكم جميعا على هذا الدعم الاسطوري، وخصوصا طارق محمد وكل متابعينه اللي اجوا لعنا ونورونا البث ووصلنا تقريبا 550 متابع على الفيسبوك. وانتم كمان شو مستنيين؟ تعوا كمان شاركونا الفرحه هاي. جد انا امبارح جدا استمتعت وكثير كنت كثير مبسوط من هذا الهوست اللي عمله طارق. ما كنت بتوقع ان حدا يعمل لي اياه بشكل مجاني، يعني اغلب الناس كانت تطلب مني مصاري لحتى تعمل هذا الاشي. شكرا لك من كل قلبي يا طارق محمد، وشكرا لكل المتابعينك لانكم اعطيتوني دعم. بجد انا كان ناقصني بس هالشغله البسيطه ان حدا يدعمني او هيك يعني فرحني، بجد فرحتني. وبجد لما في ناس تيجي بتشوفك وتنبسط بمشاهدتك انا بنبسط من جوا، وبجد بستمتع اكثر ما يكوني انا يعني انه بهتم انه موضوع انه في ناس تهتم لمصاريك. لا انا بجد وقت انها بتزيد القاعده الجماهيريه تبعتي انا عم بنبسط اكثر. وشكرا لكل مين عم بحفزني باللايك او بالتعليق او بالاشتراك او بمشاركه الفيديوهات، شكرا لكم كلكم من كل قلبي. وبالنهايه بشكر اللي بعت لي الهديه السكن المبعثه، شكرا لك من كل قلبي. اليوم فرحتني كمان، فتحت صفحيات الحساب عم لقيت عيد نهايه الهديه، شكرا لك من كل قلبي كمان. وشكرا لكل مين عم بدعمني او عم ساعدني حتى لو كان بمشاركه او بلايك. ومشاهده ممتعه لنهايه الفيديو وبس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا زلمه هلا انا مو زهقان يا اخوان، انا مو زهقان. انا في كيس عدس عديته 1226 حبه، في كيس ثاني 1229 حبه، غشاشين طلعوا. هذا من المال اللي كنت عامل؟ انا مش زهقان ابدا. صايد جد بتستوعب انت؟ لايك راح ينزل، تطول بالك. 40 فيو ما شاء الله، وكان ثانك يو على اللايك. حبيبي استاذ فوق من طول بالكم، بس خليني عم بقرا التعليقات من طرف طارق. جاي من طرف طارق. زول والله. مين طارق؟ بس اكتب لي اسمه. طلعوا روح، انا ضيع الوقت. بس في واحد راح يكون راح يطير ويرجع يا ارض، هسه تشوف عندك. واحد ما حد فاتح، روح. بس غبي انت تطلع نفس المحل. شايف؟ طايف؟ طلعت انا اذكى من ما طلعت. دقيقة شوي غيبت كده. خلاص حجر اطلع. علم على الريفايف. شايف؟ والله بتضل له نار كله. ده مسكت. ببني له بحديد مشان ما يقدر يضرب لي ابدا. راح يقربوا لك، راح يجي قدام الذرة اللي قدامك هون. لك يجي وين بدهم؟ ايوه يدك يمينك. يسي فور هون. ابني. لف من ورا، غبي انت غبي. مين طارق يا شباب؟ بس مين طارق؟ مين ايش قدم اليمين ولا الكلب؟ هلا كان امبارح انا بتذكر كان 18، بعدين نط 18، بعدين نطلع يمكن 30. شباب انا اخذت سنايبر رايفل، شو القصه؟ شو الوضع؟ كلياتنا مو بس انت، انا اخذت سنايبر رايفل كمان. مين انا؟ مين هم؟ تبع مين؟ تعال عمو، قتلوني.
يا له لقد غبت كثيرا عن الوطن. يا عمري. وعليكم السلام علينا. انا ما قتلت حدا، انا نزلوا علي اثنين. مين المحترم اللي معانا؟ لازم تعرف؟ مو. لا مو ضرر، مو ضرر. ضيي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 ي
كذاب. والله بسوي فيا لا والله انا كاتب غيث عم واحد شلت له شلده خالص كله يا زلمه ما ضل منه هيل خالص. انا وش صاي سامعني؟ في واحد هنيك صاي. اه حبيبي معك صار 48 حاله الاردن. امشوا امشوا على الخزينه بسرعه بسرعه على الخزينه يا شباب الخزينه 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 ما حد ما حط شرط يروحوا فيك بستاب شو تاب يا زلمه شلون خمسه سطر مكتشف لك حبيبي انسى انسى الخزينه اهم من البطيخ من القتل اعطاني سلاح جديد حلو وين تيجي الخزينه يا الله تعال تعال وين بالمي 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 حلو اخيرا قتلت واحد عشان اخذ سلاح جديد شباب اهم شيء وقت نصعد الخزينه لازم نسرع نقتلهم شو خزينه انا مش فاهم ورش باللي هذا حبيبي الخزينه وصلت العالم عليها لساتك عم بتفكر ايش بدك تسوي تعال عجب اي لعن ابو عد ما وصلت قتلني ابن الكلب في ناس في ناس عندك في ناس عندك لا وحلو البازل ايه ايه خدوها خدوها ما خدوها خلاص راحت انسى معلم انسى سكروا عليها خلاص طيب تمام 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 خدوا 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 واحد ياخذها واحد ياخذها واحد يحمي فانا راح احميكم مين اخذها شو فيه اخذتوها تمام اخذتوها خلاص شنو اولاد الكلب وانا ملتي يا باشا شو هذا الطور الغريب استنى لا اخسر اشوف شغلات غريبه استنى شوي انا اسطوره انا قاعد افهم علمها لك روح على الخزينه الثانيه تمام خلص لك هيك هيك التشالنج هيك التحدي هيك المطلوب منك تعمله بس لا قد 8 بس 8 وما يتمرر يلعن يا حبيبي وين قاتلين كثير لو قاتلين كثير كان خصت لسه لحد الان احنا النص لسه كل واحد قال يعني العالم كلها ما حد عم يقتل غير انت وياه والله والله فكره الطور لحد الان انا معجوب جمع يا الله الطور فكرتك تاخذ الخزنه وبس يا حبيبي كل قديش تنزل الخزنه شو في مين احنا كل ما يتحرك الزون هلا بس يمشي الزون والله ينزل الخزنه نزلت الخزنة روحوا وينها؟ هذيك هي بس اللي يمشي الزوني بيجي رايح لها سباح انا المهم توصل اخذنا سلاح جديد قصي روح قصي روح يلا دي امشي لا توقف الا عن ابوك انا ما راح في واحد رايح لها من الثاني انا قبل شوي دخلت الزون كرمالها مين عندها؟ طور جديد هذا ولا مش؟ هذا طور جديد طور جديد مطول هذا مثل حكيم ترامبل بس هذا مشان يخلي العالم تلعب اكثر فيه في واحد في واحد عم ياخذ حميه 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 صيف في واحد عم ياخذ حميه فين مين؟ اوكي اوكي اخذها بس في ناس كثير جايين عليكم لك انا بيجوا مليون واحد هاي يجا يجا نايس خذها خذها حلو اخذها احنا فايزين لا لسه في واحده ثالثه ما خلصوا ماشي ماشي بس فايزين واحد لا فايزين فايزين كل واحد تاخذها تفتح لك خناق بلش اسمه هاي منزلين هاي انا فاهم شو قاعد يا ربي وينك حبيبي احمد مانو منور يا باشا طول بالك فقدنا اثنين كتيري بيجوا بيجوا طول بالك يخلص الوقت هاي يا شباب هو طبعا كل ما تقتل شلون ايه نسوي بس ايه طب هسا سلفستر لو تمت معنا مجد جديد متوقع قتلونا قبل يخلص الوقت ليش انا شر نجت عندي اللعبة جالي عطل انتشار
شلون تخلص الوقت؟ بدك تاخذ الخزنه الثالثه، بخلص الخزنه خالص. حاولوا انزلوا جنب الخزنه، راح ادخل الزون. حد يجي ياخذها عند الزون وانا بضربه شو اسمه. اشبه حدا يجي لهون عند الخزنه وانا بضربه بال اين عندك انا عندك انت هلق انت تروح تاخذها وانا بضربك بال معي 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 روح روح انت روح معنا معي روح طيب انا رايح ازوك روح روح ولك روح وين هو وينها خالص خالص اول فوز هاي تاني يعني جيجي جيجي والله قدرنا ناخذها جيجي السيب الزون والله كل العالم صارت هيني تضرب عليك واحد ثاني صار يضرب عليك لا انتبهت انا اكثر من واحد صار يضربني صار يعطيني انتبهت على صنيفك خلاص انا اخذ سلاح ذهبي ابو الصلاقات سلاح ذهبي انا وانا كمان اعطوني سلاح ذهبي هلا شو بيصير يعني ما اخذ سلاح ذهبي ها زادوا ايوه انا كمان راح اخذ للميني لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا